المكان جعيدة، الساعة 4 بعد الظهر. ميشيل متنكر بصيدلي وواقف ورا الكونتوار. زبونات المحل عم بيفوتوا على المحل وعم بيصير معهم شي غريب. شو معقول يكون الضرب اللي محضره ميشيل بالصيدلية؟ في هذا قال لي جيبي لي لا ابقى اجيب لك مثله. ايه اوكي. بدك اياه يعني هلا؟ ايه بدي اياه لانه في كريم. شو عم تستعملي هيدا؟ كريم هيدا ما هيك؟ ايه كريم. ليه ما بتستعملي ال عم بيعرفها كرمال شو هو؟ عندي مش لإلي جوزي عنده من هون مثل فخذ باللحم هيك ضربها ونجرحت وانقبع اللحم. وهلا بترجع exactly. انا بسكرها إيه؟ تختم. لك شغله ليه يعني كل ما عم تضرب عم ترجع إيه؟ بتفتح. لحظه انا حاعطيكي شغله تختم ويعبي اللحم محله يجي. Alright. عريشي؟ لا لا هلا هدول قطعيهم. إيه؟ اوكي هذا منه العريش الجوي. إيه؟ اوكي هول قطعيهم. إيه؟ شفتي هيدي؟ هي الوحده من هون تقشيها من هون من الزاويه. اوكي وبتغليها. إيه؟ يعني اول ما تبلش تغلي هي بتكون تحللت بالمي. ايه تركيها بتصير بعد شوي مثل الجل. ايه اوكي وحده كل يوم وحده. إيه؟ بيقدوك من بكره لعشيه. كم مره بتدهني من هون؟ مره. شو هيدي؟ بلا منظر. ايه بتغسليها مزبوط. إيه؟ اوكي بتقصيها من هون. أوه. وبتحطي له هي تيني بوينت بس هيك. اي اي نو حتى على محل ما هيدا بترجعي بس شوي بليز لورا. إيه شو بتحطي عندك التيكو بالبيت؟ تلزيق سريع. ايه, إيه بتحطي له اياها هيك نقطه هون. ايه ونقطه هون. جوزك بيلبس عوينات مدام؟ لا ما بيلبس عوينات. لا ليه؟ كنت بدي اعطيك شيء بيربطوا باليونات تبعه وبحطه بصير كيف. يا ريت. لا ما بيلبس عوينات. يا ريت. اي شو بدي حقك كيف بدي اسرق؟ هيدا انت بدك تجيبي منه. بتدفعي لي 3000 لانه علمتك وانت بتجيبي منه. هلا بدي لك وين هون انت طالع 3000 تجربة بدنا 3000 نطعمي اولادنا منهم. لا ما انا لانه ما كان حدا عارف فيه وما تقولي لحدا. بتمسكي لي هيك بليز هيك مدام لو سمحتي. خلي ايدك عليها هيك. اوكي دقيقه جاي لعندك. قلتي لي شو ممزوق العضل كمان؟ بس بدي اعذبك خليهم هيك ما يدقوا بشيء. ورقه واحده بغلي؟ ورقه واحده مع اكش من هيدا. مع واحده من هيدا؟ ايه مع واحده من هيك فرطيها معهم. اشربهم يعني هيك؟ ما بيعملوا لي شيء ثاني؟ لا شوية زيجلي كوكو بزلقني. ما بيوثق بهيك. لا لا بس قلتي لي بس هديها بتمك هيك خليها تكون فوق ايدك. خليها تكون فوق ايدك بس خليها هيك تعطيك. طب انا شو خصني عم تعمل؟ لا بس لقلك كيف تعملي له اياها. عم تقصصني. اعطيني باراسيتامول انا بخلي مدام. اول ما تشربيهم هتحسي شوية زيجلي كوكو برقبتك بس على الناعم يعني. ما تخافي. طيب اوكي ما تقولي شيء بس لانه هذا بكون عم يشلك التشنج كله. بس خلينا نحط يا عالم. ما تعذب حالك. لا مدام نحن لا انت اعملي له هني ما تخليه هو يعمله. اوكي لا علي لي ايدك هي بس هيك. ايه بس ما بيعمل هيك عصبي. ما بيعمل إيه بس خليكي سامي. بدي اعطيكي بعد شغله وحده يا زلمه. خلص إيه. وفي التلزيق وبتلزقي له اياهم بهذا التلزيق. بوين هيك وهيك؟ ايه بتلزقي له اياهم بهذا التلزيق. اعوذ بالله لانه هون على الكاميرا الخفيه في كثير ناس بيعملوهم. ايه يا شفتيها وين بوجهك الكبيره؟ شفتيها هي هون؟ يا الله صدقتي بدك تغلي هي؟ اوعى تغلي شيء بدون استشارة طبيب. صدقتي انه الاعشاب هلا بدك تشتري؟ انا قلت هيدا انت.